كثير منا تعرضوا في يوم من الأيام لموقف واضطروا أنهم يكلمون فيه الدفاع المدني تحديدا حتى ينقذهم منه، سواء كان حريق في البيت لا قدر الله، أو حتى انقفلت سياراتهم، أو انقفل باب البيت عليهم، أو أي حجرة من الحجر، وطبعا غيرها من الخدمات اللي يقدمونها الدفاع المدني في المشاريع وفي كل شيء حتى يضمنون من البداية سلامة الناس. يفوز صدقت يا رقية في هذه المقدمة الحلوة. 1 مارس هو يوم الدفاع المدني، وإحنا حبينا نستبق هذا اليوم ونسلط الضوء على إنجازاتهم من خلال السنة الماضية وشنو خططهم وأمورهم، خصوصا وأن دورهم وايد مهم في كل مناحي الحياة. وعشان نشوف آخر إحصائياتهم وتطوراتهم نرحب بضيوفنا اليوم معنا في الاستديو النقيب محمد يوسف ابو الفتح، رئيس مركز الدفاع المدني بالمنامه. يا مرحبا فيك. يا هلا ومرحبا بك، وسعداء جدا بوجودك معنا في الاستديو، ويعطيكم الصحه والعافيه على هذه الجهود الكبيره. ايضا النقيب احمد محمد الجاسم، ضابط علاقات عامه وتوعيه بالاداره العامه للدفاع المدني. يا مرحبا فيك، وايضا سعداء جدا بوجودكم اليوم. احنا اسعد اليوم احنا بتواجدنا هنا معكم في البرنامج، ونهنيكم يعني بهذا اليوم 1 مارس. يعطيكم ألف عافية. 1 مارس وكل أيام السنة ترى إن شاء الله يا رب كلها يعني مناسبات نهنيكم فيها على جهودكم إن شاء الله، وعساهم على القوة إن شاء الله في كل الخدمات اللي يقدمونها للمواطنين. البداية يعني بتكون معك نقيب أحمد، يعني إحنا عرفنا أن بتكون إن شاء الله في احتفالات وفي يعني كثير من الفعاليات اللي راح يتم تنظيمها في اليوم العالمي للدفاع المدني، حابين لو تكلمنا عنها شوي. طبعا في البداية إحنا يعني يسعدنا تواجدنا معكم هنا في الاستديو، وبنستغل هاي المنصة ان احنا نعلن عن هذه الاحتفالية ونروج لها لاكبر عدد من ممكن من الناس. فعالياتنا احنا السنة اللي هي خلينا نقول احنا كل سنة نحتفل فيها في الاول من مارس، وهذا اليوم هو عيد رجل الاطفاء او رجل الدفاع المدني. في هذا اليوم احنا نحتفل بجهود رجال الاطفاء ورجال الدفاع المدني، ونقدر في هذه الجهود في هذا اليوم، مع ان احنا في كل يوم نقول رجل الاطفاء هو الرجل المنقذ، ونهنيه على هذا العمل النبيل. واحنا الاول من مارس هو اليوم العالمي للدفاع المدني، ويحمل شعار المؤسسات التعليميه وثقافه السلامه. والسنه ان شاء الله عندنا خلينا نقول تغيرت عندنا الاستراتيجيات الاحتفاليه بهذا السنه، صارت عندنا المشاركه في الفعاليه على مستوى اكبر، صارت فيها مشاركه مجتمعيه او شراكه مجتمعيه مع الدفاع المدني، بحيث تم تخصيص او المهرجان في العديد من الفعاليات، منها تحدي رجل الاطفاء، وفي منها السوق مدعوم حق من قبل صندوق العمل تمكين للبحرينيين العبارة الستارت اب او الناشئه، او ايضا اللي هم خلينا نقول في بدايات عملهم في مجال رياده الاعمال. وايضا عندنا خلينا نقول كثير من الفعاليات العائليه، المرح العائلي، عندنا اللي هو الشركات الداعمة، الكل مساهم معنا في تقديم هذه الخدمات، في خلينا نقول تثقيف الأوادم. احنا نستغل هذه الفعالية بحيث انه يكون منصة توعوية حق الأوادم، وايضا شراكة مجتمعية نوصل فيها رسائلنا الى المواطنين بشكل مرح وسلس يتقبلونه الكل. عندنا اللي هي الفعاليات، عندنا ان شاء الله بيكون عندنا العاب للاطفال، ومسرح فيه بيكون الفنان مو زويد او محمد زويد، عندنا مات ساينس، كل عباره عن مرح عائلي. ايضا عندنا الفنانين طفاش وجسوم بيعطونا جو اكثر في هذه الفعاليه. ف يعني خلينا نقول في الكثير من الفعاليات ان شاء الله، والكل راح يستمتع فيها. فواز يعني والنقيب احمد قاعد يتكلم، صراحه انا صار عندي وايد شوق ان انا احضر هذه الفعاليات، لان مثل ما ذكر هي صايره خليط كان في يعني مساحه للتوعيه والتثقيف، وفي نفس الوقت في ترفيه. بالضبط. فيعني شيء بالضبط يعني جهود جميله، يعطيكم الف عافيه عليهم. ان شاء الله يا ربي يعني يكون فعلا هذا المشروع او خلينا نقول هذه الاحتفاليه تكلل بالنجاح من خلال مشاركه الناس وياهم. والله نتوقع ناجح قبل ما تبتدي. أيوة الله. نتكلم عن اطفال، وتكلم عن كبار ونساء ورجال، وحتى رواد العمل الاجتماعي خلينا نقول، وايضا رياده الاعمال والاسر المنتجه. فشيء جميل، يعطيكم الف عافيه على هذا المهرجان الجميل جدا، راح يكون ان شاء الله جميل. إن شاء الله. نقيب محمد، يعني لاول مره تقام او تنظم بطوله تحدي رجال الاطفاء، انا عجبني الاسم اللي ذكره النقيب ايضا احمد في هذا الجانب. صحيح. لو نتكلم عن هذه الفعاليه اللي تصادف تنظيمها في اليوم العالمي للدفاع المدني، شو الهدف منها؟ بدايه مسابقه تحدي رجال الاطفاء، طبعا هذه مش
مسابقة مختصة في مملكة البحرين، لا هذه مسابقة عالمية. جميل. تقريبا كل دول العالم تقوم بها سنويا، في على مستوى الدول العالم ولا مستوى محيط الدول المجاورة. فمسابقة تحدي رجال الإطفاء في هناك، نبتدي بتعريفها بعدين راح نتكلم إن شاء الله بالأهداف إن شاء الله. طبعا تعريف المسابقة هي تتكون من 6 مراحل. أول مرحلة هي صعود البرج، بعد صعود البرج راح يكون الحامل حزمة الخراطيم اللي هي تزن 20 كيلو. 20 كيلو نعم. والطوابق اللي راح يركبها هي تقدر 6 طوابق، لكن الطوابق الفعلية راح تكون من 4 إلى 5 طوابق. بعد ما يوصل لهذه المرحلة راح يقوم بسحب الخراطيم، أيضا يقوم بسحب خرطوم إضافي اللي هو بعد أيضا يزن 20 كيلو لأعلى على البرج. بعد الانتهاء من هذه المرحلة يقوم بالنزول في جهاز يسمى بال محاكاة الدخول القسري. نعم. لهذا هذه المرحلة، بعدها يقوم بالجري لمسافة 43 متر وسحب أيضا خرطوم المياه لمدة لمسافة 23 متر. بعد انتهاء من هذه المرحلة راح يقوم بسحب الدمية اللي هي محاكاة تمثل عملية الإنقاذ. نعم. يعني هذا اللي ذكرت عنه النقيب محمد، يعني الصراحة ترى هاي كل شيء يصير في الواقع. صحيح. اللي قاعدين يسوونه هذا التحدي موجود، الخرطوم 20 كيلو هذه أنا أول مرة أدري عنها الصراحة. أنت تدري فواز، يعني في شغلة حلوة يمكن إذا تسمحون لي بس بقولهم، في بعض الحين اللي هو أماكن الترفيهية للأطفال قاموا يسوون محاكاة للأطفال. نعم. يعطونهم إنهم يشتغلون في هذه المهن، من ضمنها مهنة رجل الإطفاء، يعلمونه شلون ممكن إنه هو يعني يطفي لو في حالة مثلاً صار في حريق، أو شلون يمسك المطفأة كذي. فتحس إن هذه الأمور إحنا محتاجين لها عشان الناس تعرف. صحيح. يعني سواء كانوا أطفال أو كبار، إيش كثر يعني من مجهود قاعد يبذل في حالة إنه يعني رجل الإطفاء قاعد يمارس مثل هذه العمل، وهذا التحدي يعني أكيد فعلًا هو تحدي. بالضبط. بالضبط. في مواصفات ولا شروط محددة للمشاركين؟ هناك في طبعا في عدة فئات، وهناك فئتين مستهدفة من هذا المسابقة. الفئة الأولية أي طبعا رجال دفاع المدني اللي هي خاصة تحت مظلة وزارة الداخلية، وأي جهة رسمية ولا حكومية أو أي شركة يوجد فيها قسم الإطفاء. قسم الإطفاء. فهذه فئة. الفئة الثانية اللي هي نسميها فئة الجمهور، أي شخص تابع لأي صالة رياضية بإمكان أن يقوم بالتسجيل فيها. فهناك فئتين، فئة رجال الإطفاء وفئة الجمهور. حلو. فأي شخص يقدر يسجل فيها، وتم التسجيل تقريبا وصلنا لفئة الجمهور إلى 80 مشاركة. ما شاء الله. هذه إدراك، هذه إدراك وتفاعل حلو من الجمهور. صحيح. يعني إحنا طبعا من الحين قاعدين نتنبأ إن شاء الله أن الاحتفال بيكون احتفال جميل جدا. إن شاء الله. والأحلى أنه مو بس الفعاليات، الأحلى مشاركة الناس في هذه الفعاليات. نقيب أحمد، يعني أنا برجع لك بالنسبة إلى شعار اليوم العالمي للدفاع المدني، وهو مثل ما ذكرت لنا قبل شوي المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة. هذا الشعار شو اللي يحمله من رسائل؟ مثل ما تفضلتي، الحين الكل قاعد يسوي عمليات محاكاة للأطفال، إن عمل رجل الدفاع المدني. شعارنا السنة يحمل هذه الفكرة، أن خلينا نقول التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. فهذه إحنا المبدأ اللي صار على هاي الشعار. كل ما صار فيه تعليم إحنا نستهدف فيه المؤسسات التعليمية، كانت مدارس حكومية أو مدارس خاصة أو جامعات أو معاهد. فكل هذه كل هذه المؤسسات أو المنشآت التعليمية إحنا قاعدين نستهدفها في حملاتنا التوعوية. طبعا إحنا ما بنقول إحنا السنوات السابقة ما استهدفناها، لا، إحنا بالعكس كل سنة قاعدين نستهدفها، بس خلينا نقول إحنا السنة بنكثف فيها أكثر، كون هذه شعارنا إحنا في هذه السنة. وهذه الشعار راح يتطبق على اغلب حملاتنا احنا التوعويه، راح او خلينا نقول يندرج في جميع حملاتنا التوعويه. بالنسبه للشعار، المؤسسات التعليميه وثقافه السلامه، احنا نحتاج ثقافه السلامه لدى جميع المواطنين على مملكه البحرين، وايضا المقيمين فيها. وما بنقتصر بس على المواطنين والمقيمين، بل ايضا السواح او اللي يجون البحرين. انزين، نحتاج ان الكل عنده هذه الثقافه. صحيح. لان هذه الثقافه قاعده تحمي ارواحنا، تحمي ممتلكاتنا، تحمي اقتصادنا، تحمي مملكتنا. فالحمايه كل ما انا صارت عندي شخصيه شملت فيها شريحه اكبر. فاذا انا حميت روحي من جانب، قدرت احمي الجانب الثاني. صحيح. بس المؤسسات التعليمية أو خلينا نقول ثقافة السلامة لدى الأطفال، هذه أنا عندي الأهم. أكيد.
أكيد. لأن الأطفال إحنا خلينا نقول هما اللي بيحركون لي المستقبل في الديرة، هما اللي بيحركون، هما اللي بنشؤون عبارة وبيطورون في هذه المملكة. إذا أنا علمتهم من الحين أن إذا كان خلينا نقول عواد الثقاب تسوي لي حريق وبتأثر في خلينا نقول سلامة المنشأة وسلامتي الشخصية، فهو بيدرك أن ترى هذه خطر ولازم أنا ما أسوي. في حال هو شاف حريقي عارف شلون يتصرف. صحيح. إنزين نعلم الياهل أو الطفل في مرحلة خلينا نقول متقدمة أو خلينا نقول وهو صغير أنه يعرف شنو معنى 3 تسعات، فهذه شيء ضروري أنه هو يعرفه. حتى لو هو يتصل ويرفع السماعة من غير ما يتكلم على الأقل يمكن يصير عبارة حس أمني إحنا عندنا في الوزارة أن ترى فيه فعلا يمكن قد يكون فيه خطر، بس لأن الطفل المتصل بعرف شلون يعبر مدودة من الموضوع ما بعرف شلون يتصرف. فإحنا كثير من الحوادث ياتنا فيها أطفال إنزين وراحوا ضحايا والله يصبر أهاليهم. فإحنا نبي يعني خلينا نقول إحنا كثفنا الجهود لتعليم الأطفال لتعليم طلبة المدارس وثقفنا خلينا نقول شريحة عودة من هذه الفئة. والسنة الشعار خدم هذه الفئة اللي احنا قاعدين نستهدفها. صحيح. واحنا نقول ان شاء الله الحوادث تقل بامور التوعية وتقل عندنا الحوادث. آمين. وبجهودكم وبجهود يعني معالي وزير الداخلية وتوجيهاته هذه الشراكة المجتمعية طبعا اكيد اكيد طبعا احنا من غير هذه التوجيهات خلينا نقول تكسر عندنا اللي هي التوجه في العمل التوجه والتثقيف بالنسبة للمواطنين. نقيب محمد جميل جدا لما تكلم النقيب أحمد عن هذه الجوانب المهمة جدا في عملية الدفاع من البداية قبل لا يصير الخطر أو حتى أثناء حصول الخلل أو الخطر إن صح التعبير. في 2017 تلقيت العديد من البلاغات والعديد من الأخطار والمشاكل اللي حصلت. ودنا أن تعرف شلون من بداية تلقيكم للمكالمة حتى الانتهاء من هذه المشكلة أو الخطر أو المشكلة اللي قاعدة تصير. نعم صحيح. طبعا بدايه البلاغه تم استلامها عن طريق غرفه العمليات الرئيسيه اللي هي 999 ومن ثم يتم تحويلها على غرفه العمليات والاداره العامه للدفاع المدني. طبعا الاداره العامه للدفاع المدني عندها الانظمه ما تسمى بالاس او بيز اللي هو يتم تحديد كيفيه التعامل من ابتداء البلاغ حتى الانتهاء منه. فعلى سبيل المثال يتم استلام بلاغ مثلا حريق في منزل، على الفور يتم ارسال المنطقه المعنيه في ذلك ويتم تعزيزه من المراكز المجاورة. يتم تحديد عدد الآليات المتواجهة على كيفية العمل في الموقع. طبعا جميع الأفراد من ضباط وأفراد الإدارة العامة للدفاع المدني خاضعين لتدريبات معينة وكفاءة عالية من ناحية التعليمية ومن ناحية التدريب. وبعد ذلك تأتي الأنظمة اللي يتم استلام البلاغ منها حتى الانتهاء من الموقع. جميل. يعني فواز يمكن الجميل أيضا فيما تم طرحه الحين أن احنا قاعدين نسعى للشراكة المجتمعية لتقليل قدر الإمكان من الحوادث اللي قاعدة تصير، لأن مهما صارت من جهود من طبعا الجماعة المشكورين في الدفاع المدني، ولكن إذا ما كان في توعية مثل ما تفضلت نقيب أحمد، ما كان في حسن تصرف من قبل الجمهور، ما راح يتم هذا الموضوع يعني بالشكل اللي احنا قاعدين نتمنى أنه يصير. يعني سؤالي لك نقيب أحمد، الآن نحن نناشد بضرورة أن يكون في تواصل، أن يكون في توعية من قبل الجمهور معنا، بس أنت إيش كثر تعول على إمكانية أن يكون فعلا في تواصل وردود أفعال إيجابية من قبل المواطنين على هذه الأمور؟ طبعا إحنا يعني خلينا نقول بحسب تجرباتنا إحنا في أمور التوعية المواطنين يعني والمقيمين متعاونين معنا يتقبلون المعلومة. خلينا نقول كانت حتى لو كانت خلينا نقول في موقع الحادث نفسه، حتى لو كانت هي في أقصى المواقف، الكل قاعد يتقبل المعلومة، خاصة أن إحنا المعلومة اللي نوصلها لهم تحمي هو في البداية، تحمي روحه هو وشخصه هو قبل لا تحمي الممتلكات، لأن خلينا نقول الممتلكات هاي بتعوض أما الروح هي نفسها لا تعوض. فإحنا خلينا نقول الحملات التوعوية الكل قاعد يتقبلها والكل قاعد خلينا نقول يستمع الى 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 نصائح اللي يقدمها الدفاع المدني. والدفاع المدني خلينا نقول في مكتب العلاقات العامه عندنا بالاداره يقوم بعديد من الحملات التوعيه في شتى المجالات، منها اللي هي الحملات التوعيه اللي تقام في موسم البار في عند اللي هو في موسم الصيف عباره حق التخييم مره حق برك السباحه. في عندنا في فتره او خلينا نقول
احنا نعتبره موسم وهو شهر كريم، شهر رمضان، حق الخيام الرمضانيه حتى تنتشر عندنا في الفرجان الخيام الرمضانيه. صحيح. يعني احنا حتى احنا يعني خلينا نقول رجال دفاع مدني نحب نقعد في هذه الاجواء. أكيد. في الخيام الرمضانيه، فلا بد الاخطار قاعده تحيط بنا، حتى لو احنا اخذنا اقصى درجات الوقايه. نعم. مرادها بتحيط بنا. فاحنا نحاول نوعيها ونثقف المواطنين بكيفية التعامل. يعني انا مو بس احط طفاية عندي في الموقع وخلاص انتهى الموضوع، انا اموري سالمة. فنعلمهم شلون هم يستخدمون هذه الطفاية. وايضا عندنا خلينا نقول في مساكن العمال او السكن المشترك عندنا اللي هو في محطات الوقود، في حتى في الشارع عندنا حق مثلا يعني هاي اختصاص يمكن المرور اكثر، بس احنا خلينا نقول لان صار حادث بليغ لا قدر الله احنا اللي نطلع الشخص من داخل السياره. صحيح. فاحنا ليش نخليه يروح لهذه المرحله؟ بالضبط. فبعد نبتدي نثقف في هذه في هذه الموضوع. جميل هذا الجانب، خاصه لما قال نقيب احمد يعني اخراج المصاب من داخل السياره. هذه يعني الجانب، يعني خليني اروح حق سؤال اخير. الآليات والمعدات الحديثة اللي وصلت للدفاع المدني، ولو تحدثنا عن هذه الآليات. هناك طبعا العديد من الآليات والمعدات اللي وصلت للإدارة العامة للدفاع المدني في السنوات الأخيرة، وخاصة في من 2016 إلى 2017. طبعا الاستمرارية في جل وتحديث الآليات لا هذه شيء أساسي في الإدارة العامة للدفاع المدني. فتم الحصول على احدث الاليات والمعدات في الاسطول الاخير، وفي ان شاء الله راح تم العمل على استراتيجيه للخمس سنوات القادمه، راح نبتدي ان شاء الله فيها في 2018 الى الخمس سنوات القادمه. فراح يتم تحديث جميع الاليات. طبعا ما شاء الله الاداره العامه للدفاع المدني تملك احدث المعدات واحدث الاليات اللي موجوده في السوق العالمي اللي تم تصنيعها. الاداره العامه للدفاع المدني تملكها. فراح ان شاء الله خلال هالسنوات راح يتم تحديث الاليات بشكل عام. جميل. بشكل جميل. اعتقد احنا عندنا فيديو بالنسبه للاحصائيات اللي تكلمت عنها قبل شوي. نعم. ولعمليات الانقاذ اللي تمت في 2017. خلينا نشوف هذا الفيديو معاكم ونعلق عليه بعد شوي. حديث شيق يعني فواز، مع طبعا ضيوفنا في الاستديو وفي الاحتفالية إن شاء الله باليوم العالمي للدفاع المدني، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق لكم يا رب، إن شاء الله تحققون كل الأهداف من وراء هذه الاحتفال، لأن فعلا أهداف جميلة، أهداف سامية تخدم المواطن أولا أخيرا، مو بس المواطن، المقيم والسائح بعد مثل ما ذكروا لنا طبعا ضيوفنا. ولكن إحنا قبل ما نختم معكم يعني حابين نتوجه لكم بالسؤال، في كلمة أخيرة حابين توجهونها للمشاهدين ولكل من يتابعكم الآن. والله حابين نشكر في الجهات اللي دعمتنا في هذه الفعالية وفي هذا اليوم، وخاصة مثلا عندنا شركاء الاستراتيجيين معنا، وعلى رأسهم تمكين، صندوق العمل تمكين، وبابكو، وجي بي آي سي، ونافكو، وألبا، وشركات عندنا شركات تأمين بي إن آي، سوليدريتي، وجي آي جي. نشكرين على كل ما قدموا لنا من دعم ومساندة وشراكة معنا في أمور التوعية، في أمور التثقيف، ومشاركتهم معنا في الفعالية ومساعدتهم وحماسهم لنا أو معنا لإنجاح هذه الفعالية.
يعطيهم ألف عافية هذه الجهات اللي ذكرتهم، ودائما حسهم الوطني موجود خاصة في مثل هذه الأمور اللي تخدم الوطن وتخدم المواطنين. النقيب محمد، مثل ما تفضل النقيب أحمد، طبعا نشكر جميع الجهات المشاركة على إن شاء الله راح يكون السبب الرئيسي في إنجاح هذه الفعاليات. بالإضافة نوجه رسالة لجميع المشاهدين، إن شاء الله أتمنى من الجميع أن يحضر ويشوف هذه الفعالية، وإن شاء الله والكل إن شاء الله راح نطلع بالاستفادة. يعطيهم العافية على جهودهم. صراحة النقيب محمد يوسف أبو الفتح رئيس مركز الدفاع المدني بالمنامة، كل الشكر والتقدير لك. شكرا على الاستضافة وما قصر. يعطيكم العافية. والنقيب أحمد محمد الجاسم ضابط علاقات عامة وتوعية بالإدارة العامة للدفاع المدني، كل الشكر والتقدير لك. شكرا لكم. طبعا مثل ما قلنا في البداية، ما في أحد ما استفاد من خدمات الدفاع المدني، ما في طفل، ما في رب أسرة، ما في عائلة، ما في منطقة إلا وشافت جهود إدارة العامة للدفاع المدني شلون تخدم الناس، تخدم الأهالي، توصل لمناطق صعبة جدا الوصول لها خاصة في الأحياء السكنية والفرجان القديمة يا رقية. فكلمة شكر قليلة في حقهم، كلمة تقدير قليلة في حقهم، مهما قدمنا لهم يستحقون أكثر وأكثر. فشكرا لوزارة الداخلية وشكرا لجميع منتسبي الوزارة وأيضا للإدارة العامة للدفاع المدني على جهودهم. فاصل ورجعين لكم بالتأكيد.